أخبارنا الاقتصادية موعدها الآن. تواصل البنوك فتح أبوابها اليوم لتعاملات بيع وشراء الدولار، فيما تبدأ غدا في تسعير العملات الأجنبية وفقا لقرار البنك المركزي الأخير بتحرير سعر الصرف وتركه وفقا لآليات العرض والطلب عبر آلية الانتربانك من دون تدخل من البنك المركزي الذي وضع سعرا استرشاديا للدولار في أول يوم عمل بعد اتخاذ قرار التعويم، مع السماح بهامش تحرك ربح بيعا وشراء بواقع 10%. هاتفيا ينضم إلينا السيد أحمد يعقوب رئيس قسم الاقتصاد في جريدة اليوم السابع. أنا برحب بوجود حضرتك معنا أستاذ أحمد. ويعني فتح من البنوك لأبوابها في أيام الأجازات المعتادة وبداية تعامل من الغد في تسعير العملات الأجنبية بعد التحرير، على ماذا تعتمد البنوك في تحديد سعر الدولار مستقبلا أو من الآن؟ الحقيقه لاول مره البنوك بتشتغل ايام العطله الاسبوعيه، اشتغلت امبارح من بعد صلاه الجمعه من الساعه 1 ظهرا حتى 9 مساء، والنهارده السبت بعض البنوك بدات من 9 صباحا حتى 9 مساء، وبعضها الاخر بدات من 11 ظهرا زي بنك مصر لحد 9 مساء لتنفيذ عمليات بيع وشراء العملات الاجنبيه والعربيه وصرف الحوالات الخاصة بالمصريين العاملين بالخارج. الحقيقة الحصيلة على مدار اليومين الثلاث أيام اللي فاتت بعد تعويم الجنيه على مدار الخميس والجمعة والسبت بتقدر بنحو حوالي 80 مليون دولار حصيلة من العملات الأجنبية باعها العملاء للقطاع المصرفي المصري. الحقيقه ده بيعزز الثقه ان بعد تعويم الجنيه بدات حصيله البنوك من العملات الاجنبيه تزيد، والتسعير بيتم اليه التسعير او الميكانيزم بتاع التسعير داخليا في البنوك دلوقتي، هي البنوك لها حريه التصرف في سعر العمله وفقا للمعروض النقدي او المعروض من العملات ومستوى الطلب عليها، وبالتالي احنا في مصر بنطبق لاول مره الفول فري فلوت سيستم او ريجيم اللي يعني هو نظام التعويم الكامل. احنا قبل كده في 2003 كان نظام التعويم المدار، يعني البنك المركزي بينزل السعر وبيحافظ على هذا السعر لفتره من الزمن. دلوقتي التعويم كامل، وبالتالي بيسيب العرض والطلب وقوى السوق هي اللي بتحدد السعر، وبالتالي البنوك هي داخليا وفقا للمعروض من العملات والطلب عليها من العملاء بيتحدد هذا السعر وفقا للآلية. طيب دي أستاذ أحمد، الأمر بيختلف من البنوك المحلية عن البنوك الأجنبية العاملة في مصر ولا كلهم سواء؟ طبعا احنا في مصر حوالي 38 بنك بيعمل في القطاع المصرفي المصري، أكبر بنكين من الماركت شير أو الحصة السوقية بنحسه حوالي 40% من القطاع هو بنك الأهلي وبنك مصر. بعض البنوك الثانية بتبقى حصصها أقل، وبالتالي حجم تعاملاتها مقارنة بحصصها في السوق المصري أقل برضو، يعني هي أكبر تعاملات على حسب حجم التعاملات نفسها، وبالتالي المعروض والطلب عليه من العملات العربية والأجنبية بيتفاوت من بنك لآخر، وهو السبب إن بيخلي دلوقتي السعر بيتراوح في البنوك عموما ما بين 14 بالنسبه لسعر الدولار قدام الجنيه، 14 الدولار بيساوي 14 جنيه لحد 16 جنيه على حسب الطلب. والحقيقه السبب في تذبذب السعر على مدار اليوم، احنا اول مره زي ما قلت لحضرتك بنطبق نظام التعويم الكامل، فالتعويم الكامل ده بيخلي السعر بيتحرك على مدار اليوم اكثر من مره، مش زي النظام الثابت ان احنا كان السعر بيبقى ثابت نسبيا على مدار اليوم، وبالتالي السعر بيتغير طول الوقت. احنا فتحنا يوم الخميس على 13 بالزبط. الدولار يساوي 13 جنيه وثبته لحد الساعه 1، بعد كده السعر بدا يتحرك لحد قفلنا اليوم على حوالي 15 جنيه و70 قرش. دلوقتي احنا السعر بيتراوح في البنوك ما بين 14 ل 16 على حسب اليات العرض والطلب. اليات العرض والطلب، البنك المركزي المصري رفع ايده تماما عن سوق العملات الاجنبيه، وهو الرقيب وهو المنظم بس في نظام التعويم الكامل
اللي تبعته مصر يوم الخميس. طيب ده اسمح لي المركز ما بيحددش ساعة. اسمح لي استاذ احمد، يعني بعد ربما يكون تم اتخاذ هذا القرار لوجود يعني تلاعب كبير في اسعار الدولار وازمات ربما اقتصاديه او ازمه اقتصاديه في الداخل، هل يحين الوقت لعوده التحكم المركزي في سعر الدولار ام بعد التعويم يبقى هكذا الامر؟ هو الحقيقه في ثلاث انظمه للعمله في العالم كله. في نظام الربط بين العمله المحليه وعمله زي الدولار او سله من العملات، دولار، يورو، ين، اي عملات محدده من قبل الدول دي. ده نظام الربط اللي بتتبعه مثلا دوله زي السعوديه. في نظام ثاني التعويم المدار. التعويم المدار ان انا بنزل لمستوى سعر معين واحافظ عليه لفتره زمنيه على اساس ان انا احافظ على ثقه المستثمرين الاجانب وثقه السياح في الاقتصاد. في نظام التعويم الكامل اللي هو النظام الثالث اللي بتتبعه مصر حاليا، هو نظام بيخضع لقوى العرض والطلب، وبالتالي البنك المركزي لا يتدخل اطلاقا في تسعير العملات الاجنبيه. هو بيتدخل في اوقات المضاربات العنيفه جدا، وده يعني في الحالات التعويم المدار بس هي اللي بتتدخل في حالات المضاربات العنيفه، لكن البنك المركزي رفع ايده تماما من البنك المركزي المصري في الحاله المصريه التعويم الكامل، ما بيتدخلش نهائيا ولن يعود للتدخل مره اخرى نهائيا مع تغير الاوضاع نهائيا. هو الفكره الاساسيه ان العرض والطلب هو اللي بيحكم عمليه التسعير. نعم. وفي نفس الوقت السوق السوداء للدولار او السوق الموازيه لتعاملات النقد الاجنبي انتهت تماما من وقت ما اعلن البنك المركزي نظام التعويم الكامل. انا بشكر وجود حضرتك معنا السيد احمد يعقوب رئيس قسم الاقتصاد في جريده اليوم السابع. يطلق البنك المركزي غدا مركز اتصال هوت لاين تحت رقم 16775، يتم من خلاله تلقي شكاوى العملاء حول الممارسات الخاطئة لوحدات الجهاز المصرفي أو شركات الصرافة حال مخالفة تعليمات البنك، خصوصا رفض إجراء الإيداعات والسحوبات النقدية بالعملات الأجنبية أو في حال تداول العملة من خلال القنوات غير الشرعية أو بأسعار تختلف عن الأسعار المعلنة، ليتم التعامل مع تلك الحالات وفقا لقواعد البنك المركزي عند المخالفة. أكد محمد علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش، وأنه تتم حاليا دراسة تكلفة إنتاج الخبز بالمخابز البلدية بعد زيادة أسعار المحروقات. وأوضح الوزير في بيان أن الوزارة ستعوض أصحاب المخابز عن الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات.